طوري السواد والغمقان في ثانية واحدة، اللي تحت الأبيضين، منطقة البيكيني، ركبك، كوعك. لو انت عندك سواد السنين، الغمقان عندك بالكم، بجد جربي الوصفة دي، هتبقى سهلة وبسيطة معاكي، وهتفتح معاكي، وهتوحد اللون، وهتخلي بشرتك ترجع زي بشرة البيبيهات بالظبط. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، شيري الفيديو على قد ما تقدري عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من البنات ويستفيدوا زي ما انت هتستفيد. يلا بينا نشوف الوصفة. هنحتاج صابون، صابون دف يبقى افضل حاجه. ممكن تستخدمي صابون عادي خالص، اي نوع صابون انت بتفضليه بتحبيه، اي حاجه. انا عن نفسي بحب استخدم دف. هبشر كده حوالي معلقتين من الصابون. انا ما بحبش اكتر، لاني انا بحب اعمل الوصفه اول باول. فلو انت بتحبي تعملي كميه وتشيليها مفيش مشكله، تقدري ان انت تعمليها وتشيليها وتستخدميها مرتين في الاسبوع، هتخليكي بيضه زي القشطه. على فكره الوصفه دي حلوه قوي في التفتيح وكمان النضاره. هحط هنا الصابون اللي احنا بشرناه، حطيت حوالي معلقتين. الصابون بيفتح وبيبيض وبيزيل كل الدهون الزياده اللي بتبقى في الجسم والبشره، حلو قوي. هضيف عليها ربع معلقه صغيره من الكربونات الصوديوم عشان يفور لي السواد والغمقان اللي تحت الابيضين، منطقه البيكيني، الركب، الكوع، اي مكان في الجسم فيه غمقان فيه سواد، حلو قوي بيفتح. تمام. هضيف عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور، كل دي معالق صغيره. زي ما قلت لك اقدر اعمل كميه عادي خالص واشيلها. هنا بقى احلى حاجه في الصابون الدف، بصوا اما تقلبيه كده ما تحسيش ان في صابون، ناعم خالص وداب معايا ازاي برغم ان لسه ما حطيتش اي سوائل. بصوا، فالصابون التاني بيبقى خشن شويه. هضيف عليها معلقه من الحليب البودر، حاجه بسيطه. ده بجد من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي بتبيض بسرعه وبتفتح وكمان مغذي قوي للبشره. هبدا بقى ان انا ايه اقلب. هضيف الاول معلقه من الخل. الخل من الحاجات اللي بتطهر وتعقم الجسم، وكمان من الحاجات الحلوه قوي اللي بتمنع الروائح الكريهه اللي بتبقى تحت الابيضين، منطقه البيكيني. مش هتاخدي اكتر من معلقه، معلقه واحده بس. وهبدا ان انا اقلبهم عشان ادوب الصابون، ما نكترش، هي معلقه واحده بس. ده على الكميه اللي انا عاملاها. لو انت هتعملي كميه اكبر هتحطي معلقتين من الصغيره. هضيف كمان عليها معلقه او معلقتين بالكتير ميه سخنه بتغلي، دي ميه مغليه يا بنات علشان الصابون يدوب معايا خالص، يبقى ناعم زي الكريم. هبدا ان انا اقلب. تمام. بصوا الكربونات الصوديوم عمل فوران ازاي، بصوا الصابون ناعم معايا بقى كريمه ازاي. عشان كده بقول لك افضل حاجه تستخدميها في الصابون هو صابون دف. هنا لو عندنا بقى سواد غامق جدا جدا تحت الابيضين، منطقه البيكيني، هزود سيجنال او اي نوع معجون اسنان عندي. يعني انا لو عندي غمقان سنين تحت الابيضين، منطقه البيكيني، هزود معلقه صغيره من المعجون الاسنان. ما عنديش، لا خلاص هستكفى بقيه الوصفه كده وهكمل الوصفه بتاعتي. هنا بقى انا حطيت ربع معلقه صغيره من المعجون الاسنان، بيفتح على فكره وبيبيض الجسم جدا جدا. شايفين بقى نعمت ازاي وبقت جميله ازاي. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هركنها كده على جنب. هجيب معايا طبق، هضيف في الطبق ده نص ليمونه. انا هنا معايا نص ليمونه زي ما احنا شايفين. هضيف على النص ده ربع معلقه صغيره من الكربونات والصوديوم، شايفين، حلوه جدا جدا. وهبدا اجيب من الخلطه بتاعتي على الكربونات والليمون بالشكل ده، وتحت الابيضين، واشتغلي تحت الابيضين منطقه البيكيني، وافضلي اعملي بالحركات الدائريه. شايفه الفوران؟ شايفه الجمال؟ اي مكان فيه غمقان فيه سواد هيطلع فورا، شايفين بالشكل ده. 5 دقايق مش اكتر من كده، وهفضل بحركات دائريه كده. اعمليها كل شاور مش هتلاقي اي غمقان ولا اي سواد تاني في جسمك.
لمدة 5 دقايق كده بالشكل ده، وبعد كده بشطفها. شايفين؟ هترجع جلدك زي ما كان، هترجع لون موحد وكمان نضارة. شايفين؟ جميلة جدا، جميلة جميلة بجد. هنا هحط في الطبق ده ربع معلقة صغيرة من الكربونات الصوديوم. طبعا زي ما قلت لك الكربونات الصوديوم ده رهيب في تفتيح والغمقان، وكمان بيدي نضارة حلوة قوي. هضيف عليها ربع معلقة من النشا او الكورن فلاور، ومعلقة صغيرة من القهوة. دي بردك خلطة تفتيح حلوة قوي وسهلة، عشان الناس اللي ما عندهاش مكونات الاولى دي مكوناتها تبقى سهلة وهتفتح معاكي جدا. القهوة طبعا بتشيل البقع والتصبغات والكلف والنمش. الناس اللي هتقولي طب ينفع استخدمها لوشي، انا ما افضلش ان انت تستخدميها لوشك. الحاجات اللي فيها كربونات الصوديوم افضلها للجسم، بس لو انت بشرتك حساسة ما تستخدمهاش. لو بشرتك عادية خالص اقدر ان انا استخدمها عادي جدا. هنا هضيف عليها معلقة من الخل. شايفين؟ الكربونات مع الخل بيعمل تفاعل حلو قوي قوي في التفتيح. هدمج ده. تمام. هضيف عليها حتة صغيرة من المعجون. الخلطة دي يا بنات للناس اللي عندها غمقان كتير، سواد شديد، سواد كده اللي هو ايه، مهما استخدمتي حاجات ما بتطلعش. لا، الوصفة دي هتطلع معاكي وحلوة قوي وهتفتح معاكي جدا. هضيف عليها معلقتين صغيرين من السكر. تمام. من السكر، السكر بيزيل كل الجلد الميت وبيخلي البشرة ناعمة وبيفتح البشرة جدا وبيخليها صافية. هنا لو حسيت ان الوصفة معايا متماسكة قوي ممكن اضيف حاجة بسيطة جدا من مع مية ورد او مية عادية. دي مية عادية سخنة، اللي يريحك المتاح عندك يعني، بس ما نكترش ما نكترش علشان خاطر السكر ما يدوبش معايا. وهبدأ اعمل بيها ايدي وجسمي، رجلي، كوعي، ركبي. طبعا الناس اللي عايز تعملها في وشها ما فيش مشكلة، بس انا ما انصحش عشان فيها كربوناتو. لكن لو انت حابة تعمليها وبشرتك مش حساسة او ممكن تعمليها عادي جدا. بصوا بصوا الجمال، يعني انتوا عايزين جمال اكتر من كده ايه؟ جلد ميت مفيش، جلد الوزة مفيش، تفتيح ونضارة مفيش. هيخلي البشرة راجعة زي البيبيهات زي ما قلتلك، هيخلي بشرتك اكنك لسه مولودة، هيوحد اللون، هيخلي جلدك يرجع طبيعي زي ما كان، مفهوش اي مشاكل. اهم حاجة واحنا بنعمل نتكى على الاماكن اللي فيها غمقان وسواد. هنا هسيبها بقى من ربع ساعة لتلت ساعة تنشف خالص، وبعد كده هشطفها. الوصفة دي جميلة، وطول ما انت قاعدة افضلي اعملي حركات دائرية عشان تنزلي كل الجلد الميت والغمقان والسواد وتفتح الجلد معاكي.